الخير على كل جمهور النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده يوم جديد في فقره الالعاب الاخرى. النهارده عندنا كذا حاجه، بس هنبدا بالاول. كل جماهير النادي الاهلي عارفه وكل مصر عارفه ان الكابتن محمود الخطيب بكره ان شاء الله هيعمل عمليه ان شاء الله صباحا. نتمنى له وندعي له كل جماهير النادي الاهلي بالشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمه يرجعهن له بالف سلامه. عمليه بكره باذن الله، يعني كلنا ندعي له ونقول باذن الله باذن الله يرجع شافي ومعافي لبلده ولولاده وبيته النادي الاهلي ان شاء الله على خير. تاني حاجه عندي، النهارده كان امبارح كان عيد ميلاد الاستاذه عزه حافظ، وهي رئيسه اعداد الفقره دي بتاعت العاب الاخرى. كابتن عزه حافظ تاريخ كبير في النادي الاهلي، طبعا بقول لها كل سنه وهي طيبه على الهواء. تالت حاجه، التالته دي مهمه جدا جدا جدا، وانا لعيب لازم اقول للناس ان احنا واحنا لعيبه كنا بنصيب ونخطئ، يعني بنخسر بطولات وبنكسب بطولات، بس في واقعه مهمه جدا كانت مع جمهور في وقت معين. في سنه من السنين سنه 90 واحنا بنلعب، كان في دوره مجمعه، عندنا دوره مجمعه في الهاندبول، كان عندنا ثلاث ماتشات، كان اولمبي زمالك وبعد كده نادي سبورتنج، وكانت دوره مهمه جدا جدا جدا. خسرنا اول يوم وكان في جمهور كبير جوه الصاله. الجمهور ده كان بيشجع النادي الاهلي زي جماهير النهارده بتشجع النادي الاهلي بحراره كبيره. خسرنا ماتش ما كناش على المستوى، ما كناش في الميعاد في الوقت ده، لكن قدرنا خسرنا المباراه وشجعونا وقالوا لنا هارد لاك ومعلش، وكان عندنا ماتش تاني يوم مهم جدا مع نادي الزمالك. عملنا ايه؟ رحنا الاوضه ورحنا الفندق وقعدنا مع بعض كلاعبين وشفنا الجمهور المحروق على المكسب النادي الاهلي، واكيد احنا لعيبه من جوانا عايزين نكسب. اللي حصل تاني يوم الحمد لله ربنا كرمنا جدا 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 وكسبنا نادي الزمالك 10 تجوان، ما كانش تقبل اسم على التيم، لو خسرنا نخسر بطوله الدوري. كان ست ماتشات، لو خسرنا ماتشين احنا بره الدوري، وقدرنا نكسب الدوري بس بفضل مين؟ بفضل الجمهور اللي هو بيدعم الفرقه وهي خسرانه. اللي عايز اقوله حاجه مهمه جدا. النهارده النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، ما فيش حد هيقرب النادي الاهلي في بطولاته خالص. ليه بنقول كده؟ لان النادي الاهلي ممكن نخسر في هاندبول، في باسكت، في ايا كان خسرنا. لكن محتاج من الجمهور ان هو يتعامل مع الموقف تعامل ايجابي وليس تعامل سلبي. صدقوني انا بقول لكم من منطلق كلاعب كنت موجود في النادي الاهلي وعارف يعني ايه النادي الاهلي. اللعيبه دي عايزه تكسب كل حاجه عشان تفرح الجمهور الكبير اللي انتوا اساس النجاح في النادي الاهلي. نتمنى من كل جماهير المسانده. المسانده يعني ايه؟ يعني ندعم فرقتنا، ما نروحش الحوارات مع ناس نتكلم في كلام ملوش لازمه. عايزين ندعم فرقتنا، ندعمها بالكلام الكويس. صدقوني الولاد او الرجاله او اللاعبين واللاعبات اللي بيشوفوا ده بيدوا اكبر طاقه. انا بكلمكم من منطلق لعيب اتولدت وعشت حياتي جوه النادي الاهلي. لما الجمهور بيدعم الموضوع بيختلف، بيختلف تماما مع كل الناس، بيختلف مع الجهاز، بيختلف مع اللاعبين، بيختلف. يعني ايه بيختلف؟ بيقولوا اه خسرنا ماتش لكن عايزين نكسب بطوله، حتى لو خسرنا بطوله النهارده نكسب ثلاث اربع بطولات اللي جايين. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي اتعلمناه جوه النادي الاهلي. اتمنى من الجمهور في المرحله اللي جايه يدعم كل فرق النادي في كل المجالات. لازم يكون الجمهور هو رقم واحد زي ما هو طول عمره رقم واحد. بلاش الكلام الزياده، الكلام الزياده مش هيجيب نتيجه، بالعكس ممكن يدي اثار سلبيه على بعض اللاعبين، وبالذات ان فرقنا فيها لاعبين صغيرين. اللاعبين الصغيرين دول هم طالعين لازم يلاقوا الحماس والروح بتاع الجمهور اللي هو بيديه، اللي احنا بنستمد قوتنا منه كلعيبه. صدقوني انا بقول لكم كلام مهم جدا جدا جدا، الكلام ده لازم نطبقه على كل الالعاب. هنقعد ندي سلبيات سلبيات سلبيات، اللعيبه دي مش هتكسب، اللعيبه دي عندها بطولات، احنا لسه في اول السيزون. السيزون ده مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في كل الالعاب، مش في لعبه واحده، ما بتكلمش على لعبه بذاتها. لكن انا حبيت احكي موقف ان الجمهور لما دعم فريق النادي الاهلي قدر يكسب تاني يوم وقدر يكسب بطوله. محتاجين دعم الجمهور، بس دعم الجمهور في الناحيه الايجابيه، بلاش النواحي السلبيه. صدقوني التحفيل والكلام وكل ما بيجيبش نتيجه، بالعكس هيجيب اثار سلبيه. انا قلت الكلام ده وانا عشان اتولدت في النادي ده، عشان الناس كلها تبقى عارفه احساس لعيب اللي اللعيبه مش قادره تقولها للناس، انا بقولها لكم. خلينا ندعم فرقنا لاخر السيزون ونتحاسب. هيتحاسب القطعه وهنتحاسب وهنحفل على اولادنا. احنا النادي الاهلي هيخسر، مش عايزين نخسر، عايزين دايما نكون كسبانين. اعتقد دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي شخصيا، حاسس بيها، حاسس بنبض الجمهور، ان الجمهور عايز النادي الاهلي يكسب على طول. مفيش حد بيكسب على طول في العالم، هي دي اهم نقطه. لو حصلت خساره لازم نعمل من الخساره حاجه ايجابيه، حاله ايجابيه للعيبه. الحاله الايجابيه دي هي اللي هتجيب بطولات بفضلكم. رقم واحد هو الجمهور، هو اللي طول عمره شايل النادي على اكتافه.
نبدا اخبارنا ونبدا حلقتنا باخبارنا. عندنا خبر النهارده واشتراك النادي الاهلي في البطوله العربيه لكره الطايره سيدات. البطوله دي يوم 25 يناير ل 4 فبراير. كان النادي الاهلي كسب البطوله السنه اللي فاتت مع اللعب مع المجمع البترولي وكسبهم 3-0. برضه نهائي البطوله العربيه كانت في استاد القاهره. السنه دي النادي الاهلي وافق، مجلس الاداره وافق على اشتراكنا، وان شاء الله باذن الله نتمنى من فريق الطايره يكون في الميعاد ويكون في الوقت، لان التنافس في البطولات العربيه قوي جدا، منها الصفاقس التونسي، منها مدريد الجزائر. نتمنى ان شاء الله باذن الله، او المجمع البترولي، نتمنى في المرحله اللي جايه باذن الله ان فريق الطايره يستعد كويس بقياده الكابتن حمدي صافي. عارفين ان هم عندهم يعني بعض اللاعبين المصابين، لكن انا متاكد من اللاعبات الموجودين هيكونوا على قدر المسؤوليه وقدر المنافسه. هنسيب السيدات الطايره وهنروح لرجال الطايره اللي بيستعدوا لمباراه مهمه جدا بكره، مباراه مهمه مع نادي بتروجيت. نادي بتروجيت لعب ماتشين، هو الدوري عباره عن اربع مجموعات، الاربع مجموعات بتوع الدوري مقسمين لسبع فرق بيلعبوا رايح جاي، بعد كده ياخدوا اول اربعه من الاربع مجموعات يلعبوا دور 16 بخساره على طول بخروج المغلوب ماتشين، وبعد كده يلعبوا من دور الثمانيه يلعبوا دوري من دورين مره ثانيه. نادي بتروجيت متصدر المجموعه، النادي الاهلي فيها في المجموعه الثانيه، في مباراه مهمه جدا جدا جدا. استعد النادي الاهلي مقنيت من كابتن محمد بصلحي، كابتن ميدو بصلحي مقنيت على الفرقه وقال ان هو استعداداته جيده جدا للقاء. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز بكره لفريق الطايره باذن الله في بدايه مشواره، وتاني مباراه ليه ومباراه مهمه مع نادي بتروجيت. نادي بتروجيت اللي هو متواصل على العاب الجماعيه الاخرى بره كره القدم وبيدعم فرقه في كل حاجه. النهارده النادي الاهلي برضه كسب نادي بتروجيت 17 سنه كره طايره، كسب بطوله منطقه القاهره، كسب 3-0، كسب 3 اشواط، كانت مباراه مهمه. نادي بتروجيت في فريق الطايره والفرق والالعاب الاخرى بيدعم، عمال يدعم وعمال بيوصل دايما للفاينل مع النادي الاهلي في بطولات المنطقه وفي الدوري والجمهوريات، بيوصل لمراكز اول 3 مراكز تقريبا. فقدر النادي الاهلي 17 سنه كره طايره يكسب نادي بتروجيت، يكسبهم 3 اشواط 3-0، 25-18 و25-16 و25-2 و20. اللي كانت اجواء كويسه، كان اجواء جميله، كانت كل الجماهير بتدعم الفريق في صاله الشهداء بالنادي الاهلي. دلوقتي هنخرج لتقرير عن كره الميه ونتائج المتميزه للكره الطايره لكره الماء واستعداداتهم ل ومشاركتهم في بطولات الجمهوريه وبطولات الكاس. هنخرج لتقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. ابتدينا الموسم من اول اكتوبر، ابتدينا فتره المنافسات. طبعا ما قبل المنافسات كنا عاملين معسكرات للفرق، عملنا معسكر في الغردقه، اعددنا الفرق بطريقه كويسه، ويمكن ده فرق في بدايه منافسات البطوله. ظهر على المستوى اللعيبه والفرق، جميع الفرق اللي شاركت لغايه دلوقتي اللي هي مرحلة الناشئين، مرحلة 2001 و2002 و2004. الحمد لله احنا يعني داخلين المنافسة بشدة، يمكن احنا اول الدوري لغاية دلوقتي، يمكن رابع جولة او خامس جولة في المرحلة، الحمد لله متصدرين. ويمكن السنة دي عن السنة اللي فاتت يمكن في فرق كانت قريبة جدا المنافسة، لا الحمد لله الفرق بقى كبير قوي. يعني كان في ماتشات زي ماتش امبارح كان ماتش الصيد في مرحلة 2001 كان بيطلع ايكوال جيم، لا الماتش خلصان بفرق سكور كبير 16-7. الماتش اللي قبليه ماتش الظهور كان في مرحلة 2001 برضو كان بيطلع فرق 2 او 3، لا الحمد لله طالع 18-5. فطبعا ونفس المراحل بالنسبة ل 2002 برضو الحمد لله الجاب بقى كبير قوي بيننا وبين الفرق. هيبقى السنة دي المنافسة هتبقى شديدة قوي بيننا وبين نادي هليوبلس، وان شاء الله بإذن الله احنا عشمانين في ولادنا ان شاء الله هيكون ليهم دور في المنافسة، هيبقى والمكسب ان شاء الله، ونتعشم فيهم خير ان هم ان شاء الله البطولات السنة دي تبقى في ايدينا ان شاء الله. هي طبعا بيبقى اعداد بدني ونفسي للولاد، الاعداد البدني بيبدأ قبل البطولة بمش اقل من 4 شهور، بياخدوا دورة كاملة تدريبية بحيث ان هو يكون جاهز بدنيا للبطولة. وطبعا زي ما قلت لك احنا برضو بنعدهم نفسيا، لان برضو في مراحل سنية كانت السنة اللي فاتت بعيدة عن المنافسة، لا الحمد لله دخلت في وسط المنافسة، وزي ما بقول لحضرتك لا الموضوع اتغير خالص. فموضوع النفسي دون
فرق جدا، وجود جهاز متكامل مع الولاد، في لكل فريق ليه مدير فني ليه بيشرف، انا بشرف على قطاع الناشئين، معانا كابتن وليد عزت ايد بايد معانا في قطاع الناشئين، معانا طبعا كابتن فاضل، ومعانا كابتن وائل عزت رئيس الجهاز. بصراحه ما بيتاخروش عننا بالدعم، وده يمكن يعني اقوى اعداد للولاد، ان هم يعني ما فيش ماتش ما بنلاقيهمش، يعني كل ماتش الجهاز كامل متواجد في ظهرهم، وده دعم كبير قوي للولاد، وهم حاسينه. ويمكن الروح، روح الولاد بتكبر وتعلى بسبب الحاجات الناس بتبقى شايفاها صغيره، لكن هي عند الولد كبيره قوي. الفرقه ماشيه الحمد لله كويس، احنا ابتدينا الماتشات، ابتدينا على طول بعديها الدوري، لعبنا ماتش الصيد كسبنا الحمد لله بنتيجه كبيره، لعبنا ماتش الجزيره وده من الفرق المنافسه معانا، كسبنا فرق واحد الحمد لله. بنستعد دلوقتي، عندنا ماتش سبورتنج يوم 16، وعندنا بعد كده ماتش هليوبوليس يوم على اخر الشهر ان شاء الله. الفرقه ماشيه الحمد لله بمستوى متميز، المدير الفني الاجنبي الجديد ديان عامل مع الولاد شغل كويس، المدرب العام كابتن وليد عزت، المساعدين كابتن سيف وكابتن حسام، كابتن باسم زينهم مدرب حراس المرمى، اللعيبه يعني حاسه بالاهتمام الغير عادي من النادي، ان هو موفر لهم كل اساليب النجاح وكل اساليب التميز، وان شاء الله الموسم ده يبقى موسم يعني قوي ومهم لكره الميه، ان احنا ان شاء الله نرجع الدوري اللي بقاله فتره كبيره بعيد عن النادي، وان شاء الله بنسعى ان يبقى في بطوله عربيه وبننافس عليها ان شاء الله. احنا الفتره دي شغالين في الدوري، الدوري عندنا بنظام دوري من دور واحد، وبعدين عندنا 8 بلاي اوف اول اربع فرق، فده طبعا على يعني على مدار الموسم ضغط ماتشات كبير. عندنا الكاس هيبدا ان شاء الله في شهر 12، نص 12 هنلعب الدوري والكاس، اسبوع كده واسبوع كده. الاتحاد بصدد تنظيم بطوله عربيه بنشارك فيها، وان شاء الله يعني كل البطولات اللي احنا داخلينها السنه دي كدرجه اولى هننافس عليها، وان شاء الله ناخد الثلاث بطولات ان شاء الله. بعد ما شفنا فريق كرة المية واستعداداته والدخول في البطولات والفوز في الماتشات على نادي الصيد، عندنا هنروح لملعب كرة السلة. ملعب كرة السلة بيستعد لمباراة مهمة في شهر ديسمبر، اعتقد 5-6 ديسمبر، مع نادي الزمالك في بطولة دوري المرتبط. دوري مهم جدا، الدوري ده بيتلعب كان رايح جاي، وبعد كده بيلعبوا بنظام خروج المغلوب. في ماتشين هيتلعبوا بين الاهلي والزمالك في يوم 8 و9، الماتشين دول هيحددوا الدخول الى دور الثمانيه في دوري المرتبط لفريق كره السله. كابتن طارق خيري رفع الاستعدادات بتاعته، رفع الاستعدادات بتاعته لان هو عنده تدريبات صباحيه ومسائيه، عايز يرتقي بالجانب البدني اهم حاجه، لان عارفين ماتشات كره السله بقت حملها، الحمل التدريبي فيها او حمل الماتشات بقى عالي جدا جدا جدا. نتمنى في المرحله اللي جايه يوصلوا للمراد اللي هو امور اللي تبقى الفرقه مكتمله الصفوف، لان الفرقه فيها اصابات برضو، لكن نتمنى ان هي يوم 8 و9 يكون الفرقه في الميعاد. كابتن طارق خيري، بطوله الحريري خسرنا بطوله الحريري، لكن طلعنا منها بمكاسب اكيد ايجابيه، هو اكيد هيعوض ان شاء الله هو واللاعبين الكبار بتوعنا في فريق كره السله، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وهنتابعهم، وده ماتش مهم جدا برضو من خلال كره السله. كابتن مودي الجرحي، اصابه لكابتن مودي الجرحي، هو مصاب للتدريبات العلاجيه، عنده غضروف في الرقبه وبيأدي تدريباته، بيحاول ينتظم ان شاء الله قريبا في دخول مع الفريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي، لكن هو كان تعرض للخدمه دي، كان تعرض في خدمه جامده جدا في دوره الحريري في لبنان. نتمنى لفريق كره السله باذن الله في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله يكون عند الميعاد ويبسط جمهوره ويفرح جمهور النادي الاهلي كله باذن الله في بطوله دوري المرتبط، وهي البطوله الاقوى في كره السله. هنروح لتقرير مع فريق السباحة جوه بطولة الجمهورية اللي هي بتقام الأيام دي، جميع المراحل بتقام في استاد القاهرة. هنخرج لتقرير مع كابتن خالد عوض وكابتن أشرف علي
سباح الماستر، ونستقبل ضيوفنا بعد التقرير ده. وضيوفنا النهارده كابتن ياسر صلاح مدير فني كره اليد سيدات، هنساله عن حاجات كتيره واسئله الجمهور كان عايزها وسال عليها كتير معانا، وكابتن صلاح مدرب حراس المرمى، والكابتن سميره سعيد مخطط مدرب او مخطط احمال الفريق الاول لكره اليد سيدات. هنخرج تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. هنبدا من اخر مرحله كانت عندنا بطوله السباحه الطويله بشرم الشيخ يوم 2/10. دي كانت بطوله كانت مهمه بالنسبه لنا عشان دي كانت نهايه موسم ولازم ان احنا نعمل فيها تارجت كويس ونعمل فيها الكاس العام ناخد حق عشان الدرع العام. والحمد لله ربنا وفقنا، مع ان هي كانت بالنسبه لنا ميعاد صعب جدا لان كان يليها بطوله البرتغال ودي بطوله مؤهله للكاس لبطوله العالم للشورت كورس، فكان لازم ان الولاد ينزلوا بطوله الطويله ويسافروا تاني يوم عقب انتهاء البطوله البرتغال. فكنا بنحاول ان احنا السباحين على قد السباقات اداء مجرد ان احنا نعمل النتيجه بحيث ان هو يكون يعمل حساب ان هو نازل في بطوله في البرتغال. والحمد لله برضك سافرنا البرتغال بعدد مش قليل وكانت نتائج جامده جدا الحمد لله ربنا وفقنا فيها. في كذا سباح عمل ارقام قويه وخدنا كذا احسن سباح بالنسبه للاولاد والبنات. يليها بطوله السباحه القصيره سباحه الجمهوريه، دي شغاله دلوقتي يمكن خلصنا اول مرحله مرحله 2007 اللي هي تعتبر 11 سنه. الحمد لله ربنا وفقنا في خدنا اول بنات وثاني اولاد. بنجهز بقى لبكره باذن الله مرحله 12 سنه. واحب اضيف برضك ان كانت بطوله شرم الشيخ كانت مؤهله لبطولات سلسله بطولات كاس العالم، والحمد لله تم اختيار 2 سباحين من النادي الاهلي، هو على 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 4 سباحين ريم قاسم ومصلح الصغير، وده طبعا حاجه كويسه للنادي الاهلي ان احنا بنمثل في البطولات الدوليه. هو طبعا احنا دلوقتي كل شغلنا الشاغل ان احنا ننتهي من البطوله اللي هي اللي شغاله، يمكن دي اول مرحله خلصت، ثاني مرحله دي هتخلص البطوله دي اخر شهر 11 هنبدا بعد، ودي هتبقى دي بطولات الجمهوريه، هنبدا بعد كده نجهز لبطولات القاهره اللي هي في شهر 2. طبعا لازم بعد كل بطوله بيجتمع بينا رئيس الجهاز كابتن وائل عزت والكابتن محمد علام عشان نشوف احنا كنا ضعاف في ايه وايه المفروض ان احنا نعمله البطوله الجايه، نقوي نفسنا في ايه اللي ناقصنا. لازم بيبقى فيه محاسبه لنفسنا ايه المرحله اللي جايه عشان نظهر بصوره لائقه زي كل مره يعني ونبقى احسن، وربنا يسهل باذن الله خير ودايما في تقدم النادي الاهلي. انا سباح فرقه الماسترز في النادي الاهلي الاساتذه، ودي فرقه ممتازه. بطوله الماسترز بتساعدنا ان احنا ما نبعدش عن الرياضه وان احنا نستمر في ممارسه الرياضه. اعمار سنيه مختلفه من اول 25 سنه لحد 80 سنه واكتر من كده. بطوله اسكندريه الروتري دي بطوله من اقوى بطولات الماسترز، الاسكندريه مشهوره بالسباحه ومعروفه بالسباحه وهم مهتمين جدا بسباحه الاساتذه. البطوله دي كانت من ضمن بطولات اللي احنا بنستعد بيها للجمهوريه ان شاء الله الشهر الجاي. احنا الحمد لله بنتمرن كل يوم، والحمد لله خدنا ميداليات ذهب في البطوله وعملنا سباقات قويه جدا. خدنا ميداليات ذهب في التتابعات رجال وسيدات وفي الايفنتات الفرديه، وان شاء الله بنتمنى ان احنا نستمر ونزود الميداليات دي وان شاء الله ناخد مركز متقدم ان شاء الله في بطوله الجمهوريه ان شاء الله. نحاول ننافس على مركز متقدم المراكز الثلاثه الاولى على الجمهوريه ان شاء الله في بطوله الجمهوريه، وفي ان شاء الله البطوله دي ارقامها هتؤهل لبطوله العالم ان شاء الله في كوريا 2019. فاحنا بنتمرن جامد والحمد لله دعم الجهاز الاداري والجهاز الفني ومجلس الاداره بيدعم سباحه الاساتذه دعم كبير. احنا اول مره نشوف الاهتمام ده في السنه دي، وربنا يسهل ان شاء الله نقدر نحقق اعلى مركز ان شاء الله واول مركز.